شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما راح يتحلي عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما راح ينحني تعالى وحرلن بيوتن ورملن نسوانن ويتملن اولادن وبكره بتشوف بعينك الله ابوها شريف عمي هات عمياك شلونه دعدوش على كيفك ولا ما في منه الدعدوش زلمه من ضهر زلمه الله يخليك اياك احلى عمي مسخر والله احلى عمي هيك بدي اياك ها اوعك بعمرك يزعل منك القبضاي ولا عمي ابدعاس ها أمرك الله حيا دعك بيضت وشه ورفعت راسه ورده وخزامه وبلخش معرام كل الهلا بنا
عجبتني السهرة من ابنه. خلص ما انا شايف عوض فين خسرت. شلون بدي اعوض لك حامد؟ شلون؟ خسرت كل شيء معي، مصرفي معي ونقلي. مشان هيك المرة جاية ما بتشيل عيونك عن الورق، لأنه كأنه حسيت الشباب عم يزوغلوا وعم يبيعوا بالورق. صح. في بالك ها. حري حري شك انت ويا، ليش ما قلتوا لي؟ لك كنت بدي اقول لك بس مو التهيت في الدك بعد ما خسرت اول لعبه وطلعت برا. وين 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 يا رجال؟ كنا وين كنا رايحين؟ رايحين على البيت يمكن. ايه شرف معنا. شرف. يا ريت يا شباب، يا ريت احسن روح اسهر معكم، بس شوفت عينكم على هالبلبل من بلي فيها. لا تكون ما حبيتها لك درغام. لا سيدي ما حبيتها، ومن بكره بدي اقول له لمظهر بيك يعفيني منها. انت الخسران عمي، انت الخسران. لك تضرب هيك شغلي، الله وكيلكم يا شباب، ما عدت عرفت الليل من النهار. يا جماعه صدقوني ما عاد شفت ناس بنهار منو. وليمك ترغب تتعود عليها، بتتعود عليها. لا سيدي ما بدي اتعود عليها، ومن بكره من كل بد بدي اروح على مظهر بيك واقول له رجعني على الشغل بالارض. خلاص مثل ما بدك، السلام. روحوا شباب، روح. الله معكم. سلام. بتعرفوا شباب، بلا هاي القصة بتهد البدن من كتر السعر. اسألني إلي. هزوا بدنا، هزوا بدنا. فهمان العلدي، فهمان. لك أنا الغشي، أنا الغشي. لك شو بدي بهيك شغلة؟ لك شو بدي بهيك شغلة؟ ما عاد عرفت ليلي من نهاري. حبيبي صبري، قلبي يخفق شوقا وحنينا إليك. إني أنتظر لحظة لقائنا بفارغ الصبر. انت املي ورح تبقى. ما رح اتركك لو شو ما صار، ما رح خاف من حدا. انت املي الوحيد بالحياة، املي الوحيد. الليلة بدي زهزهلك القعدة آخر رواء، بس لأنك فدحت قتلي لهذا ماجد الفوار. هاتك تسوي وحدة تانية حشك ولبك. ها هاي شواربي، وحياة كداس وحامي. كفو عدلي كفو. قبل ما تعود فوت عملنا بليك شاي. اي والله ظبط لك القعدة انا. اي مو على شواربي. ها راسي. وانت كداس لف الحشيش مشان نظبطه على الاخي. لك انا دوبني لف لحالي. لساتك زعلان من خسارتها؟ اي ما رح انبسط لحتى ارجع لخسرته. لك هدول ثلاث ذهبات يا حامي، ثلاث ذهبات. شو بدي اعمل لك اذا انت واحد حمار وما بتفهم شلون تلعب؟ وانا كتير عم بستفيد منك لانك واحد حمار وما بتفهم، وانا رح ضل اتفق مع اللعيب عليه لاخذ كل شي عم تاخده من النبع تبعك، نبع ابو عامر المليان. اهلين عمي كداس. اهلين بحامي.
عدلي شو صار معك بالشاي؟ يلا يلا جيتك ها. ترغام؟ ليش واقف هون؟ وشو بدك من بيت مرزوقة؟ يا اللي بدي اياه. لك شو بدك؟ لك تخرب بيتك، عم تخرب من الوقت، تخرب بيتك. هيك لك لك ما عرفت طلقت ولا كذب. صدقني هرب مني يا بيك. هرب؟ شو كان بده من مرزوق؟ ما بعرف، بس كل اللي بعرفه انه كان لاطيله وبده ينترو سكين. ايوه. ليش ما بيعرف انه مرزوق بعبيته؟ لهيك يا بيك لما راح كامل دق 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 ما حدا فتح له، مش انه الزلمه اللي اشترى البيت من مرزوق لحد هلا ما سكن فيه. ايوه. لكانك روج على المحرس وخلي عيونك مفتحه وفوتت كامل على الحاره ما بدي حدا يدري فيها. انا راسي بتمر امري يا بيك. يس سر. ذكرت شغلي. هات له شو؟ ابو جميل وصياح رجعوا على الحاره بعد اذان العشاء بشي ساعه تقريبا. ما عرفت وين كانوا؟ والله ما عرفت يا بيك. ما قدرت اعرف. في شيء ثاني نسيان تقول لي اياه؟ ايه صحيح. كداس وعدلي وحامد فاتوا على الحاره قبل ما يفوت كامل بشوي. والله العليم ما كانوا رايقين بنوم. كل هدول كنت نسيان تقول لي اياهم؟ روح على شغلك روح. تأمر يا بيك بخاطرك. الله ستر ما شافوني عم تسمع عليهم. ايه والله يا كداس بدك تدير بالك من هذا ابو عامر، شنو هو مثل حنش مخبى تحت تبن. وانا بعجبك وعلى كيف كيفك عيون. بعرف بعرف، بس صحيح بدي اسالك، ابو عامر بده يشتري بيته لفهمي بحال ابو صخر؟ اشتراه ودفع حقه 10 ذهبات، ذهبه تنطح ذهبه. ايوه. يعني هلا صار لابو عامر حجه قويه لحتى يفوت على حاله ابو صخر ايمتى ما بده. هيك شيء حلوة حلوة منك كتير هي يا أبو عامر. الله لا يشبعه، بيت سياح نياح وعنده مالكانات وبوايكية مليانة رزق، شو بده ببيت فهمي الهفتان؟ شو بده؟ والله يا فرحتي فيك يا كداس، كيف بتلقط على الطاي؟ لك معلمك بده يخلي لحاله رجل على حارة أبو صخر، فهمتها؟ ولا لأمك ياها؟ إيوه، هلا لدارت لي، وحياة عينك هلا لدارت لي. إيه نعيمك؟ الظاهر تقل معك العيار على غير العادي اليوم، لأنه الحكي صاير ما عم يروح هيك دغري على النافوخ. لك يا أخي أنا خسران خسارة كبيرة، خسران ثلاث ذهبات أنا اليوم، شو بك لك حامي؟ راسي ما عم يستوعب. لك انسى لك كداس انسى، شنو أي مو أول مرة بتخسر مصاري كتير مثل العادة يعني. تحشش غب 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 حشيش غب مشان تنسى. هو هيك أحسن شي الحشيش، بخليك تنسى كل شي عمي. كوسا كوسا كوسا، خلي المحاشي الكوسا مثل الكحل يا ريان، مثل الكحل أسود وقلبه أبيض هالريان، أسود وقلبه أبيض هالريان. صباح الخير أبو عزو. أهلين أبو صالح. خير أبو عزو، شو صار معك؟ دفنا السيرة يرضى عليك. ايه امرك يا جبار الخواطر يا رب. امرك يا رزاق يا كريم. دم علينا عبيدك يا رب. صباح الخير ماجد. صباح النور علين صياح. شو مزنقل يعني ما بدك تشتغل اليوم؟ وشلون بدك يعني اشتغل ودكانتي قايمه قيامتها؟ اوف 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 اوف، مين عمل فيها هيك؟ فكرية. أيوة خمّة. نحنا ما رح نطول. وأي من مندق الباب عليكي ما تفتحي له ولا بتحاكي بكلمة واحدة. مشان ما حدا يعرف إنه أنتي عنا. لا أبداً على راسي حاضر. وشو بدي أقول لك كمان؟
إذا جعتي كسري السفرة لحالك، لأنه أنا ما رح أكسرها اليوم معك، يمكن رح نكسرها عند الجماعة اللي رايحين لعنده. إيه بدنا نكسرها عند وحدة حبلانة مثل حكايتك، ويمكن اليوم ولادتها عقبال عندك إن شاء الله، وقت بشوف ابنك على إيدك. إن شاء الله يا رب. إيش كان بدك شيء أو جاي على بالك شيء قولي لي مشان أجيب لك إياه وأنا راجعة. لا كتر خيركم، ما بدي. يلا يلا يا سيهام، ما بدنا نتأخر، يلا، وراي شغل كثير أنا، يلا. يلا بخاطرك فكرية. مع السلامة. شنو ابو عز وابو صافي وقفوا معه لعدلي؟ ايوه. طب انت متاكد انه صحن الفول ما كان فيه بحص؟ اعوذ بالله يا معلم، انا بنقيهم منيح من البحص والتراب قبل ما ارجع اسلقهم، وانت بتشهد لفولاتي يا كبير، بس هذا عدلي عم يتبلاني تبلي. بعرف بعرف يا ماجد، انت زلمه قبضاي ونظايفي وصاحب مصلحه ولقمتك طيبه. ذكرتني بالمرحوم ابوك. يكتر خيرك يا معلم. قداز يا قداز. بور معلم، روح على الحارق جيب لي عدلي. مش كان مرضي يجي؟ شو بدك قداز؟ امرك مش حاط لك اياه من شواربه غصبا عنه وعن اهله. روح. السلام عليكم. الله معك معلم. هذا عدلي صار ابو راس كبير بالحاره. بسيطه بسيطه لك ماجد، قالوا له لفرعون ليش تفرعنت؟ قال له ما لقيت حدا يردني. الحق معك. هلا بنعرف شو القصه. السلام عليكم. عليكم السلام. انت هو؟ وين بدك هو؟ هو معي. هو وين بدي هو معك؟ ابو عامر معاوزك بشغله. شو بده مني يا ابو عامر؟ من شان شغله امبارحه مو ضربته لماجد؟ ماجد راح اشتكى عليك. اه يضرب هو وخلقته. ايه قوم معي. هو ما حقوم سيدو، ما حقوم. لك ما بصير يا عدلي، لازم تقوم. شنو ابو عامر طالع خلقه من عملتك؟ ايوه ويطلع غلقه. شو يعني؟ لك روح لعنده قل له شو صار معك، قل له شو عمل معك ماجد بالفولاد. قلتك هيك احسن يعني؟ لك معلوم احسن معلوم. قوم روح لعنده، دافع عن حالك قدامه، وقد ما بتقدر طالع خلقك على ماجد مشان يصدقك. ايه امشي. قوم يا حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ابي ياسين. لك يخرب بيتك من حالك. ايه لكن ابو جميل وصياح بفوتوا على الحاره اخر الليل وحضرتك ولا هون، كانك نايم بالعسل. سيدي انا كنت برات الحاره. بعرف انك كنت مضروب برات الحاره يا دب، وبعرف مع مين كمان. هاد مو شغل ولا مو شغل بنوبه سيدي. ما انا جايب لك شغل. شغل شو؟ الاستاذ فهمي باع بيته لابو عامر. ايوه شلون شلون عيب؟ الاستاذ فهمي باع بيته لابو عامر. اكسر ايدك اذا رفعتها مره ثانيه عليه. خليه يتربى زعيم، خليه يتربى مشان يعرف يسوي سعر الفول على اصوله. لا في لا تراب ولا بحر. هو شغلك حبك تاكل عند منه كول، ما حبك روح محل ثاني. ايه زعيم بس القصة نحن من يوم يومنا بناكل عند ماجد وعند ابونا ماجد الله يرحمه، وبعمرنا ما شفنا زاحلة، ليش انت طلع لك بحص؟ ما فهمت. ما بعرف زعيم. الله وكيلك ما بعرف، سألوا له. شو بده يسألني؟ عدلي اني كلمتين وبس. اذا مفكر الحارة صار فيها شوية مشاكل التفلتت وباخذ راحتي بتكون غلطان. بس زعيم عدم المؤاخذة يعني انا مو هيك. اذا مو هيك ولك حق بتروح لعند المختار، تجي لعند المني تشتكي للكركون، اما تاخد حقك بايدك ما بسمح لك فيها. فهمت هاي ولا فهمك اياها؟ زعيم انا قلت لك انه روب من وشي. حاضر زعيم. عدلي اسمع، اذا مفكر حالك في حدا داعمك راح اقول لك انت واللي داعمك تسوى قشرة بصل. الله معك. على راسي زعيم، انت بتموت. السلام عليكم. لك وانت ما عرفت تسناوله شي ضربة الرسنان قدام الناس؟ لك انا بقدر يا معلم، بس ما حبيت كبرها.
ماشي يا عمي ماشي، روح لشغلك. السلام عليكم. الله معك. هاتوا الارجيله لشوف اخرتها معك انت وليد عمك. اجا تتضايق صبحي ومع سهام. يا اهلين وسهلين، تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلين فيكي. يا اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. بتضايق ام صبحي؟ تفضلي تفضلي. اهلين سهام. اهلين فوزيه. يا اهلين بام صبحي. يا اهلين. اهلين بهالقامه وبهالعين الحلوه. اهلين سهام. اهلين شهيره خانو. يلا تفضلي تفضلي. زيد فضلك تقبريني. مطيعه ساوي قهوه. على عيني. طمنيني كيف امورك ام صبحي؟ ساتر المولى عز وجل. والرضي عاش. نعمة بالله. شهيرة خانم، أنا وسيهام جايين لعندك بشغلة كتير خصوصية. شو هي أم صبحي؟ في شغلة خصوصية بدي أحكيها للست شهيرة. يعني هالشغلة ما بتنحكى قدامي ولا ما لازم أعرف فيها؟ بصراحة الشغلة ما بتخصني إلي، بس ما بدي حدا يعرفها غير شهيرة خانم. فوزية بلا كتر حكي وقومي على غرفتك، بناقص كلمة. حاضر. تفضل يا ام صبحي. قولي لي شو الشغله اللي جاي مشان عم بسمعي احكي لي. الشهيره خانم، الشغله يعني بتخص فكريه بنت ابو سليم. ليش انتو بتعرفوا وينها؟ ايه بنعرف وينها. وين هي هلا؟ هي هلا عندي بالبيت. عندك بالبيت؟ العمى العمى فكريه عند عزو، معناته الشغله فيها مصايب. ليش ما خبرتيني من الأول يا سهام؟ ليش؟ بصراحة أنا يعني كنت يعني لو خبرتينا كنا لقينا طريقة نرجع البنت لبيت أهلها ولجوزها، وما كان صار اللي صار. والله يا شهيرة خانم، هي اللي ترجتني وباست إيدي كرمال تضل عندي بالبيت مشان ما ينفضح أمرها. وحدا بيعرف إنها عندي؟ لا 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 أبداً ما حدا بيعرف. والمشكلة هلأ هي حبلة وماسكة العدة. فكرية حبلة؟ إيه أنا كشفت عليها. الله يصلحكم ويهديكم. وليه ساكتين لهلأ؟ ليش؟ هذا اللي صار شهيرة خانم، هذا اللي صار. وهلأ شو العمل شهيرة خانم؟ تكتموا على الموضوع ولا تجيبوا سيرة لحدا، واتركوني أنا أتصرف بهالشغلة. أهلا صخر. أهلا بيك. سعد لي أوقاتك. شرفوا شرفوا سريحوا. يلا أهلا وسهلا. بدي اسألك سؤال. والله كيف تأمر؟ تعرف واحد اسمه أبو مرعي؟ أبو مرعي؟ أبو مرعي مين أبو مرعي بيك؟ أبو مرعي عمه لصياح بياع الحليب. آه إيه أبو مرعي عمه لصياح. ليش مو عمه؟ عمه سيدي عمه، بس صياح آكل حقه لأبو مرعي من الورثة اللي ترك له إياها أبوه. أيوة آكل حقه، وحاول أكثر من مرة يقتله لصياح مشان ياخد حقه منه. بده يقتل صياح؟ بس صياح نفى شنو محظوظ كتير. شو هالقصص هاي؟ معقولة؟ عم بده يقتل ابن أخوه وابن الأخ بياكل حق عمه؟ شو هالعيلة الوسخة هاي؟ اي والله يا بيك، المصاري بتغير القلوب يا بيك. اي والله يا أبو صخر، والله بتغيرها. وأكبر دليل اللي عمله صهرك فهمي. ليش شو عمل فهمي؟ لا يعني ما دريت انه فهمي باع بيته لابو عامر. باع بيته لابو عامر؟ ايه دفع له 10 ليرات ذهب وصار له، صار ملكه لابو عامر. ابو عامر هلا صار صاحب البيت؟ ايه بس فهمي رح يضل قاعد فيه. ايوه هلا عرفت لك قد ايش جاب المصاري. ولو ايه بس يكون بعلمك ابو عامر ما عمل هيك محبه من فهمي. لكن ليش عمل هيك بيك؟ مشان يكل له رجل عنكم بالحاره، يخشى فايت طالع على كيفه. فشى بصله رجليه التنتين هو فهمي، ايش كان بيعذبه الحار؟ ايه الله يسوقه معنا. يرمي الفتن ما في ضمير يمنعه. Thank you.
هالصباح ايه؟ صباح الخير. ليك صباح الورق، كتبت لك هاي امبارح بالليل وانا سهران. وانا كمان امبارح كتبت لك رساله بالليل. ويا القلب كمان مثل ما بيقولوا، يعني القلب على القلب. لك انت ما بدك تزوق على دمك ولا خير؟ وفي شوفي شوفي شو عامل؟ روحي اختي كملي طريقك، نحن نتفاهم معه على الواطي. ليش هيك عم تحاكيها؟ انا شو سويت؟ هلا بالكراكون تفهم شو سويت. يلا امشي قدامي. يلا معك اختي، يلا امشي قدامي. ايش دشي لحالك؟ امشي خلص امشي. شو في فهمية؟ ليش اخذوا لصبري؟ ما بعرف ما بعرف شو عامل. يا لطيف خيلك يا وردة، خايفة عليك بلا ما يلزقوا له شي تهمة. لا تخافي، هلا بشوف اخي بشير وبفهم منه شو القصة. خلص لا تخافي، خلينا نمشي. هذا اللي اسمه فهمي زودها كثير. ها بس يا ابي انت اللي عصبته، وهلا البيت صار له، الزلمة دفع حقه. ايه لك هو باعه لعدونا، باعه لابو عامر يعني. كنت انا اشتريته منه. طول ما ابو عامر ما عم يفوت على الحاره نحن ما عندنا مشكله، واول ما بفكر يفوت ساعتها بنشتري البيت منه. ايه وبركه ما رضى يبيعنا اياه. بهالحاله ما في غير حل واحد. شو هو عقي؟ فهمي تقلع برات الحاره. بدك تقلع فهمي من الحاره يا ابي؟ وبقلع ابوه كمان، يلي بيحط ايده بايد عدوه بقلعه، واللي ما في خير لها الحاره وما في خير لحدا، وفوق هالشيء بده يطلع اختك غصبا عنه. ابوك عم بيحكي مزبوط، عداك العيب عقيد، عداك العيب، لأنه أبو عامر إذا أجى على حارتنا بده يصير في مشاكل إلى أول ما لآخر. الله يصلحك ويهديك يا فهمي على هالعملة. اسمع عبدي، مرني عقيد. روح جيب لي هالطلال فهمي لقلك. لا فوت لا فوت ولا حيوان. عندك شرف ولا انا عندي شرف؟ شو يا ريت بدل هذا الحكي. خلاص ولا اللي عنده شرف ما بيتعرض للبنات بالحاره. انا ما تعرضت لحدا بشير افندي. كذاب انت، كل يوم تتعرض لفهمية واختي وردة وهن رايحين على جامعته. قلت لك انا ما تعرضت لحدا، وفهمية أنا بدي إياها وهي بدها إياني، بعدين أنا طلبتها من أهلها. مو مزبوط هالحكي، لأنه أخوها رفض ينهزم، فليش عم توقف لبرات الحارة؟ وهي قدمت شي شكوى ضدي؟ أخوها مظهر قدم شكوى رسمية ضدك، وأنا مسكتك متلبس. مظهر قدم شكوى ضدي؟ إيه نعم، وهي جريمة شرف يا قليل الشرف. قلت لك انا ماني قليل شرف. قليل شرف وواطي، وهي الجريمة بعاقبك عليها القانون. سميح مار سيدي، تاخذه لعند وفيه، خلي يعلمه كيف ما يتعرض البنات بالحاره. يلا يلا ترك ايدي، انا ما تعرضت لحدا بشير افندي. سميح خذه من وشي. تحرك ولا ترك ايدي، ترك ايدي. انا ما سويت شيء، بس لحظه شوي بشير افندي، انا ما تعرضت للبنت، بدي اياها من حلال. تحرك بس دقيقه، بس دقيقه بشير افندي. الله يحكي لك ما سويت شيء. انا بسيطه يا بيت ابو جميل، انا بورجيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير يا أبي؟ شباب لك يا أبي، أخذوا أخوك صبري على الكراكون. لا ليش، شو عمل يا أبي؟ والله ما بعرف، رايح شوف شو القصة. خير خير عمي جميل. خلي عمي براتك، والله ما بعرف أخي صبري أخذينه على الكراكون. ليش شو مساوي؟
ما بعرف، راح الوالد يشوفه. على خير ان شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يجعلك بخير. انت امتى رح تكنها؟ امتى رح تكن وتهدى؟ خلصني داخلي منك. ها لك بني ادم، لك شلون بتبيع البيت لابو عامر؟ البيت انا دفعت لك حقه عمي، وهلا صار ملكي وانا حرفي. بيعه لابو عامر، لغير ابو عامر ما حدا له عندي شيء. هذا علاك وكلام فاضي. انا اعطيتك البيت مشان تسكن فيه، مو مشان تبيعه لاعدائي. عمي الله يوفقك، انا ما حدا بيجبرني بيع البيت لفلان او ما بيعه لفلان. بس هذا الشيء اللي سويته يا فهمي خلى لابو عامر مداس عندنا بالحاره. معلوم، بكره بصير سري مري على الحاره، لا حدا بيسترجي يساله وين فايت ولا حدا بيسترجي يساله وين طالع. ابو عامر ما راح يجي على الحاره، والبيت انا راح ضل ساكنه، وهو هيك وعدني. وعدك هيك مشان تبيعه البيت، فهمان يا غشيم؟ عمي ابو عامر لما بيحكي بيحكي كلمه واحده، ما بيتراجع عنها. الي انا اللي بيحكي كلام ما بتراجع عنه. اسمع فهمي، قدامك حلين. اول باشتان ترجع له المصاري لابو عامر، ثاني باشتان بيتي بيرجع لي. يا اما يمين بعظيم هالحارة ما عاد تدخلها بحياتك، ونصيب ما لك عنا. هذا آخر كلام عندك عمي؟ آخر كلام عندي. فهمي، ساوي اللي عم بيقول لك العقيد عليه، وبالناقص مشاكل وعي. ايوه، ايه؟ شو علي عمي؟ شو علي؟ لك العم ضربه؟ لك والله ما عم سده؟ لك كبران راسه كثير ها؟ الحق عليك عقيد، انت اللي عاطيه مش مكبر له راسه. خلصنا ابو دي، هلا بدل ما تهديه عم تشعلها بيناتهم. ما عم شعلها، بس عن جد يعني الحق على عقيد. يا بي ما بصير غير يلي بدك اياه، اترك لي موضوع فهمي علي. لا يا بي ما راح اتركه لحدا، انا بدي ضمن الموضوع عندي انا، بده يساوي اللي قلت له عليه غصبا عنه، بسه بالغصب بده يساوي، اشكال مفكر حاله، افوكادو انه يحسب له حساب، غلطان كثير، انا اللي اعطاه شهاده افوكادو ماني شايفه. لا هذا هو العقيد. يا بي ما رح يصير غير يلي بدك اياه، بس انت روح ابشر ماله. ماشي رح روق، رح روق، هات لشو خضرتك كرك حلها. ابني مانو قليل شرف يا بشير افندي. نحن ما هيك تربينا. نحن ما بنتعرض للحريم بالحاره. هي ما بيعملها الا كل نواقصي وقليل شرف. ابني بده البنت على سنه الله ورسوله. وأنا بذات نفسي طلبت له إياها من مظهر بي، ومظهر ما وافق وقلعك. شو قلعني وما قلعني؟ إيه قلعك وقال لك الواحد يروح بحاله ودور لابنك على بنت تانية يتجوزها، مو رح يتعرض لابنص الحارة قدام الناس. هي اسمها حق شرفية. البنت ما اشتكت عليه، فليش لحتى طلقته وتحطه بالحبس؟ مظهر قدم شكوى رسمية. شكوى رسمية؟ إيه شكوى رسمية. نحن مسكناه متلبس عم يتعرض له بالحارة، وكان معه أختي. إيه وهلا شو يعني؟ شو يعني بشير أفندي؟ يعني ابنك بده يضل عندي هون بعدين بدي حوله على القضاء. وكل الله بشير أفندي، وكل الله، خلينا نتفاهم. روح تفاهم مع مظهر، وإذا رضي يجي يتنازل عن الشكوى تاخد ابنك. يعني هلا خلص ما في ولا؟ الله معك أبو جميل. أبو جميل لا تضيع لي وقتي، الله معك. بترجاك بشير بيك لا تحوله للقلعة، بلكي بنلاقي لنا صرفة مع مظهر بيك. ماشي، مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تنطرب توهي بترباهي. يا علي الشرف، يا واطي. خلاص وفي الله يوفقك يا وفيك. خلاص لك عم تتحرش ببنات العالم يا واطي. الله يوفقك يا وفيك. خلاص بعد عيدا، بعد عيدا هذا بحكي بتحكي بعدين، مو هلا، مو هلا. وفيك خلاص يا وفيك خلاص، لحتى توبك تتحرش ببنات العالم يا واطي. بعد عيدا وفيك، والله بعد عيدا. آخ صدقيني يا فكرية، ما عم بتغيبي عن بالي ولا لحظة، دوم الدوم عم فكر فيك ليل ونهار.
بتعرفي ليش؟ لاني بحبك، بحبك يا فكريه. وانتي شو ساعتك تحبيني؟ فكريه اذا لساعتك بتحبيني انقريني اقرع الباب، واذا ما بتحبيني انقريني قرتين. شوف كريه ساعتني ناطر جوابك. بعرف انه ابوك غصبك انك تتجوزي، بس ولا يهمك، رح اعوضك عن كل شيء. ايه رح نعيش سوا، مستحيل خليك تضيعي مني مره تانية. انا بحبك وبحبك اكثر من الاول ومتمسك فيكي اكثر. لك يا فكري صدقيني لساني وبموت فيك، لكن بحبك خيرات الله، مستحيل خليك تطيري من ايدي مره تانية. خلاص مثل ما قلت لك. عزو الله لا يوفقك يا واطي. وين كنتي؟ ليش واقف جنب غرفه فكريه؟ شو عم بعمل؟ ما عم بعمل شيء. هلا بدك تطلع من بيتي هلا. سيهام انت شو عم تحكي؟ انا سمعت كل شيء يا واطي يا خاين. ضحك علي انت وياها معها؟ سهام حد لك. انا سمعت كل شيء باذني، سمعت كل شيء باذني. ما دامك بتحبها ليش تجوزتني؟ سهام هدي حالك شوي واسمعيني. انت واحد كذاب وخاين. ما بسمح لك سهام. ان شاء الله عمرك ما تسمح لي. يلا اطلع من بيتي. سهام انت تجوزت حدودك. بالله شو هلا بدك تطلع من بيتي ولا اجيب لك الكركون؟ لا ما في داعي تجيب الكركون، خلص طالع لحالي. يلا نقلع من بيتي. ماشي رح روح يا سهام، بس إذا طلعت من هذا البيت مالي رجع لإله، لأني مليت منك ومن هذا البيت ومن العيشة معك. دربي سد ما يرد. إيه ماشي شيء. يلي سمعته بيكفي. لك يخرب بيتك، لك تركتي كل الناس وجاية تخربي لي بيتي؟ ما كفوكي رجال الحارة كلهم جاية تاخدي مني جوزي؟ والله العظيم مو هيك المقصد، أنا لا بدي عزة ولا عم فكر فيه، بس أنتِ اهدي واسمعيني منيح. ما أنتِ لسه أكذب منه لعزة، وأنا عم أقول لحالي ليش تركتي بيت جوزك وهربتي أتاري لحقانة عشيقك؟ لا والله العظيم أقسم بالله العظيم الموضوع مو هيك بنوم. اسمعوا لي، إذا ما بتضبي بقشتك هلا أقسم بالله رح جيب لك الكراكون. لا إن شاء الله، والله العظيم هلا بضب بقشتي وبمشي. بس خليني أقول لك شغلة، يعني ليل ستار الله يستر عليك يستري علي، والمغرب بإذن الله بحمل حالي وبمشي. الله يوفقك. ماشي بيأدي للمغرب من هون وأنت بتنقلعي من بيتي من هون، ومن هلا بتجهزي بقشتك، فاهمة علي؟ حاضر أنا كرا. لك الله لا يوفقك، لك الله لا يوفقك، ووقفوا على هيك عاملينها معي. الله لا يوفقك. عمايل ابنك الناقصة بده يفضحني دم ناس مشان يعشق لي ويتبع شقلي. بس هي بتحبه يا ابن عمي مثل ما هو بحبها، هو ما عم يتعرض لها.
لك حب برص وعشرة خرس. قلت له ألف مرة ألف مرة يطول باله علي لبين ما نلاقي طريقة نخلي أخوها يجوزوا إياها. بس هو ما عم يروح لعنده. ولك صار يلاقيها برات الحارة قدام الناس. ولك ابنك ما عاد في ناموس ما عاد في ضمير. لك بدي أسألك بيرضاها على أختها؟ الله يصلحه ويهدي، الله يصلحه ويهدي. أنت طول بالك ابن عمي، تقبرني إن شاء الله. طول بالك. لك شو طول بالي يا أم جميل؟ شو طول بالي؟ لك الأفندي مقدم شكوى على ابنك، بتعرف شو معناتها هي؟ هي شرفية، هي اسمها شرفية. ولي على قامتي إن شاء الله، ولي على قامتي. يا عمي أنا بقدر طالعه بغير تهمة، بقدر طالعه بيشبع كل رجال الحارة وبطالعه، بس أنا هي ما بقدر طالعه منها. الله يغضب عليك يا صبري، الله يغضب عليك يا صبري. أبوس إيدك ما تدي عليه، تقبرني. شاب وطايش. طايش؟ لك اللي مثله فاتح بيوت ومتجوز وعنده اولاد، طايش؟ ابنك مانو صغير؟ يا أبي احكي مع مطيع. شو دخل مطيع؟ مصهر خاطب اخته ورده، بركه دم بيقدر يحكي معه ويقنعه انه يتنازل عن الشكوى. ايه ابن عمي، احكي معه، بركي بيمشي الحال. اخ على كسرة النفس اخ. شو بدي اقول له لمطيع؟ لك شو بدي اقول له؟ أشوف ما بعرف. يا رب ارتاح يا عمو ارتاح. الله يصلحه ويهدي لأخوك على العملي. الله يصلحه ويهدي. طولي بالك مرحبا، طولي بالك. يا عمو إن شاء الله مطيع بيقدر يقنع مظهر ويتنازل عن الشكوى. إن شاء الله يا رب بيصير خير. إن شاء الله. الله يسمع منك يا بنتي. يا رب. شو هالحكي لك أختي؟ هلا فكرية ببيت عزه من لما هربت من بيت جوزها؟ إيه أخي إيه، هربت لعنده. الله لا يعطيك العافية لك عزه. ليش ما خبرني؟ أخي نحن لازم نلاقي طريقة ونرجع هالبنت لبيت أهلها قبل ما تنكشف القصة وتصير فضيحة كبيرة لبيت حماك. والحارة مو ناقصة مشاكل. أنت شو رأيك؟ أنا رح روح لبيت أبو سليم وإلا. معك حق، بس خايف أبو سليم يعمل شي كاين مع عزه. ما بظن يا أخي، ما بظن. أول باشتان بنته هي اللي هربت وتخبت عندهم، وتاني باشتان هو ما بتصير فضايح أكتر من هيك. أنا رح روح لعنده ولملم القصة وخليه رجع بنته بدون فضايح. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي أطوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي فعطر الشام يحييني أداوي فيه آلامي. وإن الله غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي عجزت بما